بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، درس جديد من دروس تعلم قراءة القرآن حرف حرف، وكيفية تخليص المفخم من المرقق، وكيفية تخليص الحركات، ومع الصفحة 168 في سورة الأعراف الجزء التاسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال القاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف. قال ولا أقول قوه، لا إعمال للشفتين عند نطق حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قض. يا موسى، هنالك مدود طبيعية نحرص على زمنها وتمد بمقدار حركتين. يا موسى، ولدينا حرف المد في كلمة موسى الهمزة بعدها، إذن كلمتين، لدينا مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيبة بقصر المنفصل وأربع خمس حركات من الشاطبية. يا موسى إني، هنا لدينا نون مشدد الغنة أكمل ما تكون كما سمعتم أحبتي في الله، والكسرة هنا الهمزة المكسورة لا أمطها، أجعلها يا إن، هذه خطأ، إي انتهى دورها، إني هكذا، وراح انتقل رأسا من الإني اصطفيتك، هنا ساكن وهنا ساكن، التقاء الساكنين، انتقلت من النون المكسورة الثانية إلى الصاد، لأن لدينا همزة وصل. إني اصطفيتك، الصاد هنا طبعا أبدأ بهمزة قطع مكسورة، اصطفيتك كما تلاحظون أنه ثالث الحرف مفتوح، وأبدأ بهمزة قطع مكسورة، الصاد يجري فيها الصوت والنفس، يعني رخوة مهموسة، وهي من أحرف الصفير، مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة، بينما الطاء بعدها مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة. اصطفيتك، الياء ياء لين ننتبه إليها لا ننبرها، ساكنة قبلها مفتوح. على الناس، هنالك من يقول على الناس برسالتي، هكذا يجعل النبر، هذه عندك غنة هنا للنون المشددة، فلماذا تأتي بالنبر؟ برسالتي، يعني الصحيح على الناس برسالتي وبكلامي. هنالك من يقلل صوت الألف، يميل صوت الألف، يقول على الناس برسالاتي وبكلامي، ويجعل ابتسامة بالشفتين، وهذه من الأخطاء الشائعة، فانتبهوا أحبتي في الله. برسالاتي، الراء مرققة لأنها مكسورة، ونفتح الفم، الألف بفتح الفم، الواو بضم الشفتين، والياء بخفض الفك السفلي قليلا إلى الأسفل. فخذ ما آتيتك، انتبهوا إلى فخو، الخاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، نضم الشفتين فيها، ثم أرجع الشفتين إلى الوضع الطبيعي في الذال، والذال يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، غير مهموسة، ولا أقلقلها، من الأخطاء الشائعة لما تكون الذال ساكنة أنا أقلقلها، أقول فخذ ما، فخذ ما، فانتبهوا، فخذ ما، انتبهوا أحبتي، فخذ ما آتيتك، آتيتك، لدينا ما حرف المد هنا والهمزة آتيتك، مد جائز منفصل، كلمتين، إذن حركتين من الطيبة، أربع خمسة من الشاطبية، ولدينا في كلمة آتيتك مد بدل ألف ساكن قبل همزة مفتوحة. انتبهوا إلى ياء اللين، آتيتك ساكنة لا أنبرها، فخذ ما آتيتك، أنا نبرت هذه الياء، فانتبه لهذا الأمر، والتاء مضمومة نضم الشفتين فيها، وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين، وكن كاف مرققة، كل الكاف في القرآن الكريم مرققة، نون ميم إدغام، نون ساكنة مع الميم إدغام بغنة، لأنها الميم من أحرف يم الإدغام بغنة، وكم لا أسحب ضمة الكاف إلى النون، أقول وكم كم هكذا، هذا خطأ، فانتبهوا، وكم من الشاكرين، الشين تفشي، والراء مرققة لأنها مكسورة، ولا تجعل غنة في هذه الياء، الشاكرين، هذه غنة، لما أغفل الأنف هكذا، الشاكرين، هكذا بدون غنة ننتبه إليها، بخفض الفك السفلي قليلا حتى لا يصعد الصوت عندي إلى الخيشم.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء. وكتب، انتبه إلى الباء المقلقلة قلقلة الصغرى في وسط الكلام، كل حروف هنا مفتوحة كما تلاحظون إلا الباء مقلقلة ساكنة قلقلة صغرى. وكتبنا، لا أمسك، لا أقول وكتبنا وكتبنا، هذا خطأ، أنا مسكت، يعني هو اضطراب في المخرج أحبتي في الله. أذهب هكذا، وكتبنا اضطراب في مخرج الباء. له في، هنا لدينا مد صلة صغرى بمقدار حركتين، في الألواح، في الألواح من الفاء المكسورة إلى اللام القمرية، لأنه لدينا همزة وصل. لماذا اللام القمرية؟ لأنه بعدها الهمزة من الأحرف القمرية والتي مجموعة في ابغي حجك وخف عقيمه. من كل، وكم من، من كل، هنا النون مع الميم إدغام، النون مع الكاف إخفاء، لأنه الإدغام يرملون والإخفاء باقي الحروف ما عدا حروف يرملون والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه حروف الإظهار ستة بستة، باقي الحروف سوف تكون عندنا إخفاء ما عدا طبعا حرف الباء الذي يحدث عنده الإقلاب. هذه باختصار شديد جدا أحكام النون الساكنة والتنوين مع الحروف العربية. إذن منكو، منكو، أذهب إلى مخرج الكاف، أتهيأ لنطق حرف الكاف بغنة مرققة لأن الكاف مرقق. منكو كو وليس كو كو، لا تفخم الكاف. كل شيء، شيء، هنا يا أولين، ولدينا تنوين كسر مع الميم إدغام بغنة، أكسر ثم أدخل في الإدغام. شيء موعظة، انتبه إلى الواو ساكنة قبلها مفتوح واولين، والضاء هنا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة. موعظة وتفصيلا، هنا تنوين مع الواو أيضا إدغام بغنة من أحرف ينمو، والفاء حرف مخرجه ضعيف يحتاج إلى كمية من الهواء يعني همس وإلى جريان للصوت حتى أسمع صوته. وتفصيلا هكذا أحبتي في الله. الصاد مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة. خامسة، هنا لدينا تنوين مع اللام آكل، النون مع اللام والراء إدغام بغير غنة. وتفصيل ال، لاحظتم لا يوجد أي أثر للنون والتنوين. وتفصيلا لكل شيء، هكذا إذا أقف على الهمزة أقف بالنمر، لماذا أحبتي في الله؟ حتى يتم إقفال الأوتار الصوتية عندي ولا يضيع صوت الهمزة، هكذا كما قرأت على حضراتكم. ولدينا في كلمة شيء ياء ساكنة قبلها مفتوح، فننتبه إلى هذه ياء اللين. لدينا تنوين مع الفاء إخفاء، أذهب إلى مخرج الفاء. شيء فخذها، فخذ، فخذها، أسمع صوت الذال كيف يجري فيها الصوت ومن غير قلقلة، لا أقول فخذها. وهنا لدينا في كلمة فخذها فقط الخاء مفخمة وباقي الحروف مرققة، والخاء مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة. بقوة، واو مشددة، الواو المشددة والياء المشددة في عموم القرآن تكون فيها نبر، ولكن الذي يحدث أنه ممكن أن يختفي عندي صوت الواو الساكنة، أقول بقوة، 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 هكذا خطأ، بقوة، بقوة، هكذا أسمع صوت الواوات بوضوح، والقاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة. تنوين مع الواو إدغام بقوتي، أكسر ثم أدخل في الإدغام، لا تختلسوا. بقوتي ومر قومك، أنا قرأت على البطيء هذه لأنه قوة مر قلقلة، ومر هكذا ضعيفة، لم تقفل الأوتار الصوتية جيدا في منطقة أقصى الحلق، منطقة خروج الهمزة، فانتبهوا. ومر قومك، الميم مضمون ضم الشفتين، الراء ساكنة قبلها مضموم تكون مفخمة، والراء يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. ومر قومك، القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، واو لين ساكنة قبلها مفتوح ننتبه إليها. ومر قومك يأخذوا بأحسنها، يأخذوا، لاحظتم كيف أنه أنا بالنسبة لي لا أقلقل الهمزة ولا أجعلها ضعيفة، بس أنا عملتها على البطيء. يا تهدورها، خذوا، هكذا قسموها حتى أنه يتم عندك
ضبط مخرج الهمزة. يأخذ الخاء هنا أيضا مفخم مرتبة ثالثة مثل في كلمة فخذ، فخذها لأنها مضمومة. بأحسنها بكسرة الباء، الحاء لطيفة رقيقة لا تشممها هاء، بأحسنها هكذا خطأ، بأحسنها هكذا بارك الله فيكم. وأقف بالمد الطبيعي بمقدار حركتين. سأريكم دار الفاسقين، لا أقول سأريكم، هنا هذه الصفرة المستطيل فوق الواو كما في كلمة أولئك. سأريكم هكذا تكتب ولا تلفظ، يعني سنلفظ هنا همزة مضمومة. سأريكم، راء مرققة لأنها مكسورة، الكاف مرققة، ميم مظهرة، اسمع الميم المظهرة. سأريكم دار هكذا، دار لا أقول دا دار، لا أقلل أو لا أميل صوت الألف أحبتي في الله فانتبهوا لهذا الأمر. الراء مفخم لأنها مفتوحة، اللام هنا قمرية لأنه بعد حرف الفاء من الأحرف القمرية، أبغي حجك وخف الفاء عقيمه. الفاسقين، القاف مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة، ولا تجرغن في هذه الياء كما ذكرت قبل قليل. هناك من يبدأ صأصرف صأصرف، جعل هذه السين صادا لأنها جاورت هذه الصاد وهذا خطأ. سأصرف سأصرف أحبتي في الله، انتبهوا كيف نخلص المفخم من المرقق، هذا مهم جدا. الراء طبعا الصاد يجري فيها الصوت والنفس، مرت معنا في الأعلى وهي هنا ساكنة إذا مرتبتها رابعة، ومن أحرف الصفير، والراء مرقق لأنها مكسورة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا، سأصرف قلناها وحكينا عنها، عن آيات نون ساكنة بعد همزة إظهار، عن آياتي لما أقول إظهار أسمع صوت النون المظهرة، وكذلك الميم لما أقول إظهار أسمع صوت الميم المظهرة. آياتي هنا لدينا مد بدل همزة ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، وهنا انتبه إلى الياء الأخيرة مفتوحة. آياتي الذين، نحن نقرأ برواية حفص فأنت تقرأ آياتي الذين، الذين اللام اسمية مدغمة مرققة، ولا أمسك اللامات في عموم القرآن، لا أقول الذين أطلت زمنها بحيث أصبحت اللام رخوة، ولا من أحرف التوسط لنعمر تجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة أحبتي في الله، والذال مكسورة نكسرها لا نختلس. الذين ذين خطأ، الذين يتكبرون، الراء مفخمة لأنها مضمومة. في الأرض هنالك من يقول في الأرض في الأرض، فانتبهوا إلى هذا الأمر، الهمزة مرققة وجاورت الراء المفخم ساكن قبلها مفتوح تكون مفخمة، تقول الأرض بغير الحق وإن يروا هكذا بارك الله فيكم. مضاد أنا أستمر في القراءة سوف تكون مفخمة مرتبة أخيرة حال وحال القاف هنا من كلمة الحق مرتبة أخيرة لأنه مكسورة. وبغير الغين مفخمة مرتبة ثانية، بغير ولا أقول بغو، لا يعمل الشفتين قاعدة مهمة، يا ساكنة قبلها مفتوح ننتبه إليها يعني يا لين، لا أقول بغير الحق هكذا، أنا نبرت هذه الياء كأنه قرأتها مشددة فننتبه لهذا الأمر. الراء من كلمة بغير مرققة لأنها مكسورة. الحق دائما أقول كلمة الحق التي جاورت الحاء مع القاف يقرؤونها الحق بدون أن ينتبه، فخم الحاء والحاء رقيقة مستفلة لطيفة. الحق وإن يروا، نون يا دائما أقول هذه النون أو التنوين الذي جاء بعده حرف الياء لا تجعلوه يا صافية، وإن يروا خطأ، وإن يروا هكذا أحبتي في الله. والراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، لا تقول يروا فخمت الياء لأنها جاورت الراء المفخمة. يا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هكذا بارك الله فيكم. كل اللام مرققة، آية هنا لدينا مد بدل ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، ولدينا تنوين كسر مع اللام، إدغام بغير غنى، اللام والراء
حرفي الإدغام بغير غنة. آية ال هكذا أكسر ثم أدخل في الإدغام من غير أن أسمع صوت النون، آكل النون. آية لا يؤمن، الياء مضمومة نضم الشفتين فيها ولا أسحب ضمة الياء إلى الهمزة هنا أحبتي. لا أقول يؤمن وأخرج الهمزة ضعيفة، يؤمن هكذا أقطع بحيث أنه أقفل الأوتار الصوتية تماما ويظهر عندي صوت الهمزة واضحة. وإن يروا، مرت معنا هنا، سبيل الرشد، أر هكذا بارك الله فيكم، سبيل، لا أقول أر لا أقرأ الراء وأكور الشفتين هنا كثيرا بحيث أنه يتغير عندي صوت، يطلع صوت عندي ما طبيعي. الرشد، ولا أسحب ضمة الراء الثانية إلى الشين الساكنة، والشين فيها تفشي وهي يجري فيها الصوت رخوة ويجري فيها النفس مهموسة، فننتبه إليها. لا يتخذوه سبيلا، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، ونحرص على ضم الشفتين في الذال والواو والها. سبيل، اكسر الباء جيدا، تنوين مع الواو، سبيلا وإن يروا هكذا، إدغام مع الواو وأضم الشفتين بعد ما أنه أخلص أنا التنوين. سبيلا وإن يروا، لا أقول وإن يروا، لا أجعلها ياء كما ذكرت قبل قليل. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، سبيل الغي، الغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية، ياء مشددة فيها نبر. الغي يتخذوه سبيلا، يتخذوه مرت معنا، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة، سبيلا مرت معنا أيضا، اكسر الباء جيدا ونقف على مد العوض. سبيلا بمقدار حركتين، استمريت تنوين مع الذال، أذهب إلى مخرج الذال إخفاء. سبيلا ذلك، ولا أقول ذلك، انتبهوا، ذلك بأنهم كذبوا، نون مشددة غنكم ما تكون كما سمعتم، الميم مظهرة كما سمعتموها، لا تجعل صوت الميم يختفي. بأنهم كذبوا، ذال يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، كذبوا، انتبهوا إليها، بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا لدينا مد بدل، بآياتنا، ألف ساكن قبل همزة مفتوحة. هنالك من يقول تينا، يجعل همس في التاء المتحركة، هكذا كثير، الهمس لا يعدم في التاءات ولكن يكون لطيف وبسيط في التاءات المتحركة، فانتبهوا لها. وكانوا لا تقلل ولا تمل صوت الألف، عنها نونها مظهرة، نسمع صوت النون المظهرة، غافلين، غو خطأ، هكذا خطأ، غافلين، الغين مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، عرفنا هذا الأمر. والفاء واللام مكسورة نكسرها لا نختلس الكسرات، في لي غافلين، ولا أجعل غنة في هذه الياء، اقفلوا الأنف هكذا كما علمتكم في بداية الدرس. والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا مرت معنا، والذين أيضا هنا اللام المشددة لا تمسكوها في القرآن، والذين هذا هو مسك، أطلت زمنها وأصبحت رخوة، وهذا من الأخطاء الشائعة، فانتبهوا أحبتي في الله. ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، ولقاء الآخرة، القاف مفخمة مرتبة أولى مفتوح بعدها ألف، اجتمع عندي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ولقاء مد واجب متصل، أربع وخمس حركات. هنا الآخرة مد بدل حركتين، ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة لأنها مكسورة، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، فننتبه إليها. الآخرة حبطت أعمالهم، في الوقف والوصل التاء من كلمة حبطت تكون مهموسة، ولا أقلقل، حبطت أعمالهم خطأ، أو أبالغ في الهمس، حبطت أعمالهم هكذا أيضا خطأ، حبطت أعمالهم هكذا. اجتمع عندي الهمزة والعين، حرفان متجاوران في المخرج، فتحتاج إلى دربة حتى أنه أنا أعطي كل حرف حقه. أعمالهم
وانتبه في اللام والهاء نضم الشفتين فيها، الميم مظهرة في الوقف والوصل، هذه مهمة. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هكذا هل يجزون، الجيم من أحرف قطب جد، هنا ساكنة قلقلة فيها صغرى في وسط الكلام، يجزون لا أسحب ضمة الياء إلى الجيم الساكنة، الزاي مفتوحة، الواو هنا واو لين ساكنة قبلها مفتوح، هل يجزون لا تنبر، يجزون يجزون إلا ما مسك اللام، أطال زمن اللام، فانتبهوا أحبتي في الله إلى هذه الأمور جزاكم الله خيرا. لا أقول ما كانوا، أقلل أو أميل صوت الألف، ما كانوا يعملون، ولا أجعل غنى في هذه الواو، أضم الشفتين للأمام، رأس اللسان في المنطقة اللحمية تحت الثنايا السفلى، قليلا مرتفع أقصى اللسان حتى لا يصعد الصوت عندي إلى الخشم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ، الخاء هنا انحصرت بين المرققين، والخاء مفتوحة إذا مفخم مرتبة ثانية فننتبه إليها، لا أقول واتخذ، لا أفخم هذه الكلمة كلها لأنها فيها الخاء، واتخذ، ولا أقول واتخذ، يعني أعمل حركات في الفم بين ضم وإرجاع وابتسامة بالشفتين، كل هذا لا وجود له فانتبهوا. واتخذ هكذا، واتخذ قوم واولين، لا تنتبه ساكنة قبلها مفتوح، القاف مفخم مرتبة ثانية، قوم موسى خطأ، أنت نبرت الواو الآن يعني جعلتها مشددة فانتبه لهذا الأمر، موسى من بعده، هنا نون باء إقلاب، من غير كز، من بعده، العين عميقة أحبتي في الله، ممكن أن أحدهم يقول من بعده يقلقل العين، أو يقول من بعده يجعل هذه العين عائمة، فانتبهوا جزاكم الله خيرا. نأتي إلى هذه، هنا لدينا صلة صغرى فننتبه بمقدار حركتين، بعده من نون حاء إظهار، أسمع النون المظهرة، من حولي، ياء مشددة إذن فيها نبر، وأكسر الياء الثانية، حولي كسرة اللام والهاء، حولي حوليهم عجلا، سمعتم صوت الميم المظهرة، لا نأكل صوت الميم، عجلا، عي كسرة العين والجيم ساكنة مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، تنوين مع الجيم، إخفاء، أذهب إلى مخرج الجيم، عجلا جسدا، جسدا له، هنا لا أمسك، جسدا له، مسكت اللام لأنه لدينا تنوين مع اللام، إضغام بغير غنة، جسدا له خوار، هنا له مد صلة صغرى بمقدار حركتين، خو الخاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، خوار، أقف على راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح تكون مفخمة، إذا استمرت تكون تنوين ضم بعدها الهمزة إظهار، خوار ألم، هكذا أسمع صوت النون المظهرة، ألم يروا، انتبهوا إلى الميم كما سمعتموني مظهرة، يروا يا مرققة الراء مفخمة، يروا أنه، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، مد صلة صغرى بمقدار حركتين، لا يكلمهم ولا، انتبهوا للميم كيف سمعناها مظهرة وخاصة جاء بعدها واو، واحذر لدى واو وفاء تختفي، ولا يهديهم سبيلا، الهاء الساكنة أحبتي في الله كما سمعتم باهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق، لا تخرجها من الرئة، ولا يهديهم، لا، ولا يهديهم، هكذا كما سمعتم فيها هزة باهتزاز الأوتار الصوتية، سبيلا كسرة الباء ونقف في مد العود مطال حركتين، وهذا الميم الوقف اللازم، هذه الميم الصغيرة كما تلاحظونها تختلف عن هذه الميم أمامكم اللي هي ميم الإقلاب، رسمها يختلف، هذه ميم الوقف اللازم. اتخذوه، هنا أبدأ بهمزة قطع مكسورة، ثالث الحرف مفتوح، إذن أبدأ اتخذوه وكانوا ظالمين، الخاء مفخم مرتبة ثانية ننتبه إليها، اتخ، ولا أقول اتخو، لا أكور الشفتين،
وكانوا وكانوا هذه مالا في الألف فانتبهوا إليها، وكانوا ظالمين. الضاء مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، اكسر اللام والميم جيدا، لا تجعلهن في هذه الياء كما شرحت في بداية الدرس. ولما ميم مشددة الغنة أكمل ما تكون كما سمعتم سوقطا. هنالك من يقول سوقطا، جعل السين صادا لأن جاورة القاف والطاء مفخم، القاف مفخم مرتبة أخيرة مكسور، والطاء مفخم مرتبة ثانية مفتوح، فننتبه. ولما سقط في سقط في سقط في، هكذا تدربوا عليها حتى تقرأ السين صحيحا. في أيديهم ورأوا، في أيديهم الحرف المد في كلمة في، والهمزة في أيديهم مد جائز منفصل، حركتين من الطيب، 4-5 من الشاطبية. أيديهم ياء لي ننتبه إليها، الياء هنا ساكنة قبل همزة مفتوحة، لا أقول أيديهم لا تنبر، أيديهم ورأوا هكذا أحبتي في الله. ميم مظهرة كما سمعتم نسمع صوت الميم المظهرة وراء، ومرققة راء مفخم لأنها مفتوحة، وراء ورأوا أنهم قد ضلوا، أن نون مشددة غنة قبل ما تكون هو، نضم الشفتين ميم مظهرة، قد ضلوا. هنالك من يقول قد ضلوا قد ضلوا، خطأ، برواية حفص أحبتي في الله قد دال مقلقلة قلقلة صورة في وسط الكلام، لأننا سأستمر في القراءة لن أقف على كلمة قد، إذا وقفت عليه سوف تكون الدال آخر الكلام، مقلقلة قلقلة كبرى. القاف مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، قد ضلوا، الضاد هنا مفخمة أيضا مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، قالوا، قاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف، لئن لم لئن لم لئن لم، نون ساكنة لام إدغام بغير غنة، لئن نأكل النون تماما، لئن لم يرحمنا، هذه ننتبه إليها. ميم مظهرة هذه، واحد اثنين يرحمنا، ممكن أنه أحدهم يقرأ يرحمنا، يجعل هذه الميم مضمومة والميم ساكنة، يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، فننتبه أحبتي في الله. الراء ساكنة قبلها مفتوح مفخمة، وزمن زمن جريان الصوت في الراء والميم واحد لأنه من أحرف التوسط، يرحمنا يرحمنا هكذا. رب لئن لم يرحمنا ربنا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ربنا، الراء مفخمة لأنها مفتوحة والباء شديدة مجهورة، بمعنى أنه لا يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس. ربنا لا تخرجك حرف البي، ربنا خطأ انتبهوا. ويغفر لنا، الغين مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة، والراء يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، وهي مكسورة قبلها مكسورة هي ساكنة تكون مرققة، ولا تدغم الراء في اللام وتقول ويغفر لنا يغفر لنا، انتبهوا، ويغفر لنا هكذا كما سمعتم أسمع صوت الراء، ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن النون المشدد غنكم ما تكون كما سمعتم من الخاسرين، اللام قمرية، وانتقلت من النون إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل، الخاء مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، اكسر السين والراء والراء مرققة، ولا تجعلن في هذه الياء، نقف على نون ساكنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم الموصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا
وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين